مساء القطايف واللطايف. بما ان ده ملخص الجزء الثاني من ديدبول، فلو حبيت تشوف الجزء الاول هتلاقيه في اللاي اللي فوق، او تقدر تدخل تشوفه في القناه لو حبيت تاخد لفه في القناه. بيبدا فيلمنا مع ديدبول اللي بيكون يائس وعمال يتجول في الشقه بتاعته اللي بنلاحظ انها متدمره، وبيقعد على براميل بنزين وبيبقى في ايده سجاره وبيرمي السيجاره في البراميل. وبعدين بنرجع بالزمن لورا وبيحكي لنا ويد على سبب اللي عمله، وبنعرف ان هو بقى بيطارد رجال العصابات الاقوياء وبيقدر انه يقتلهم. وبيقول لنا ان اثناء مطاردته للعصابات كان عايز يخلص على راجل اسمه سيرجي، ولكنه بيقدر يستخبى منه في غرفة سرية، وبنلاقي رجالته اللي بيجوا لديدبول علشان يقتلوه. واثناء طريقهم بيتكلموا مع بعض، وبنعرف ان دوبندر نفسه يبقى قاتل زي ديدبول. وبعدين بيوصل ديدبول لبيته، وبنشوف ويد اللي بيدخل لحبيبته فانيسا وبيحتفلوا بسنويه جوازهم، وبيهديها ويد عمله معدنيه كذكرى لاول مره تقابلوا فيها. وبنعرف ان القطعه المعدنيه مصنوعه من اجود انواع المعدن، وبيتفاجئوا فانيسا وبتقولوا انها حامل، وبيبقى ويد مبسوط جدا. وبعدها بنشوفهم بيتفرجوا على فيلم وبيبقوا مبسوطين جدا، ولكن ويد بيحس بصوت جاي عليهم، وبيبقوا رجاله سيرجي جايين علشان يخلصوا على ويد، وبيقدر ويد انه يخلص عليهم واحد واحد. ولكننا بنشوف سيرج اللي بيدخل وبيضرب نار، وبالغلط بتيجي في فانيسا وبتموت، وبيروح لها ويد ولكنه مش بيقدر ينقذها، وبياخد العملة المعدنية اللي اهداها ليها كذكرى لوفاتها. وبعدها بنشوفه بيطارد سيرجي، وبيقدر يقتله. وبعدين بنشوف ويد اللي بيكون عند صاحبه وصل، وبيبقى زعلان جدا، وبيحاول وصل ان هو يطيب بخاطره، وبنلاقي ويد بيروح لبيت جارته وبيسألها وبيقول لها هو المفروض يعمل ايه، وبنلاقيها بترد عليه وبتقول له انها عارفه ان هو هيعمل حاجات غبيه، وبتدي له درس تنميه بشريه، ولكن ويد تقريبا بيفهمها غلط. وبعدها بنلاقي ويد بيحاول يقتل نفسه بكل الطرق علشان ينتقم من نفسه، لانه بيبقى حاسس بالذنب بسبب موت حبيبته فانيسا، وبعد العديد من المحاولات مش بيقدر يقتل نفسه. وبنعرف سبب اللي حصل في البدايه، وبنلاقي ويد اللي بيحلم بفانيسا، ولكن بيبقى بينهم حائط خفي مش بيقدر يعديه. وبعدها بيفوق من الحلم، وبيبقى كولوسس جايله وبياخده معاه، وبنروح لدار اسكس لتأهيل المتحولين، وبنلاقي راجل بيستقبل طفل اسمه راسل. وبعدين بنرجع لويد اللي بيبقى في قصر الاكس مان، وبيبقى سليم بسبب قوته الخارقه اللي بتتسبب في نمو اجزائه من تاني، وبيقوله كولوسس ان هو هيبقى متدرب مع الاكس مان وهيطلع معاهم مهمتهم. وبنروح لشخص بيفتح عينه وبيبقى في مكان محروق، وبنشوفه بيشغل جهاز بيقدر انه يرجعه بالزمن. وبعدين بنرجع للدار اللي بيأهل المتحولين، وبنشوفهم بيعذبوا في راسل، وبنشوف كولوسس بيقول لويد ان هم هيروحوا في مهمة وانه لازم يجي معاهم، وبنعرف ان المهمة في دار اسكس، وان راسل بيتخانق مع الشرطة، وبنعرف ان قوة راسل الخارقة هي النار، وبنلاقي طيارة الاكس من وصلوا، وبينزل كل من ديدبول وكولوسس ونيجا سونيك، وبنلاقي ديدبول اللي بيتكلم مع راسل وبيستفزه فبيحرقوا راسل بالنار، ولكن ديدبول بيقدر انه يرميه بظهر السيف بتاعه ويوقعه. وبعدين بيتمسك راسل من الشرطه وبيأيدوه بطوق، وبنعرف ان وظيفته انه بيضعف القوه الخارقه، وبيعرف ديدبول منه انه بيتعذب في الدار، وده اللي بيخلي ديدبول يقتل حراس الدار. ولكننا بنشوف كولوسس اللي بيوقفه وبيأيدوه بنفس الطوق، وبنشوفهم بيوصلوا كل من ويد وراسل لسجن المتحولين، وبيدخلوا الزنزانه بتاعتهم، وبنلاحظ ان ويد بقى تعبان بسبب الطوق اللي بيمنع القوه الخارقه بتاعته وبيرجع ليه السرطان. واثناء كلام ويد وراسل بنعرف ان في عملاق محجوز تحت في منطقه مشدده الحراسه، وبنروح لكيبل اللي بيجهز اسلحته، وبنرجع للسجن وبنلاقي انفجار بيحصل، وبنعرف ان السبب فيه هو كيبل، وبنلاقي ان الزنزانات فتحت تلقائيا بسبب الانفجار، وبنشوف كيبل اللي بيدور على الزنزانه اللي فيها ويد وراسل، وبيبدا يروح لهم، واثناء طريقه بيقدر انه يقتل الحراس بكل سهوله.
وبنروح لويد وراسل اللي بيخرجوا من زنزانتهم وبيبداوا يهربوا، ولكننا بنلاقي كيبل بيقف في طريقهم الجميل. هلو راسل. وساعتها بنعرف ان كيبل رجع للماضي علشان يخلص على راسل مش ويد، وبنشوف ويد اللي بيحاول يدافع عن راسل ولكنه بيبقى تعبان جدا. واثناء ضرب النار بنلاقي رصاصه بتيجي في الطول اللي لابسه ويد، وبعدها بيترمي على كيبل اللي جيبها هي الراسل، ولكنه بيحصل فيه كده. وبنلاحظ ان الطول انفك وبيقوم ويد وبترجع له قوته الخارقه، وبيفضل يتعارك مع كيبل وبيقدر انه يدافع عن راسل. واثناء عركتهم بتاع من ويد العمله اللي اداها لمراته فانيسا وبياخدها منه كيبل، وبنلاقي كيبل اللي بيبقى قوي جدا، فبنلاقي ويد بيسحب قتيل القنابل اللي معاه وبتنفجر فيهم هما الاثنين، وبنشوف الحراس اللي بتلاقي راسل وبيكهربوه وبيسجنوه، وبنرجع لويد اللي بيترمى بره السجن وبنلاقيه بيقع من على حافه جليد وبيحلم تاني بفانيسا، واثناء كلامهم بيتذكر راسل وبيعرف ان هو لازم يحميه علشان يعمل حاجه صح في حياته، وبعدها بيفوق وبيروح لوصل اللي بيعرفه وقت نقل السجناء من الحبس اللي فيه راسل، وبيقول وصل ان صعب جدا انك تنقذه لانهم بيتنقلوا في قافله ضخمه مصفحه، فبيرد عليه ويد وبيقول له انهم لازم يعملوا فريق علشان يساعدهم في العمليه، وبعدها بنرجع للراسل اللي بيروح للسجن المشدد اللي فيه العملاق وبيحاول يبقى صاحبه، وبنشوف ديدبول ووصل اللي بيبداوا في اختبارات اختيار الفريق، وبينضم ليهم كل من بدلم اللي بيتحكم في الكهرباء وزيد اللي بيبصق حمض وفينشر اللي بيبقى خفي. Nice! Right? He's not here, is he? He may be running late. ورست اللي بيبقى من كوكب تاني ودومينو اللي بتبقى محظوظة. That's not a superpower. Yeah, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yeah, it is. No, it isn't. Yeah, it is. It really isn't. No, it isn't. Yes, it is. Told you. Get out of my head! وبيتر اللي شاف الاعلان فجاه، وبعد ما بيخلصوا بنلاقي كيبل مستني وصل بره، وبنروح للقافله اللي بتبدا في نقل السجناء، وبنلاقي كيبل اللي بيبقى خاطف وصل علشان يقول له على مكان راسل، ولكن وصل بيبقى متمسك ومش عايز يتكلم. I'll tell you anything you want to know except for where they are. Russell's in a convoy heading southbound on Jerry Duggan Parkway. The monsters with them, I wouldn't fuck with him. وبنشوف ديدبول اللي بيعد الفريق بتاعه علشان ينقذوا راسل، ولكنهم كلهم بيموتوا ما عدا دومينو. وبنلاقيها بتدخل جوه القافله وبتخلص على السواق، وبنشوف كيبل اللي بيقدر يدخل القافله، وبنشوف عركه بتحصل ما بينه وما بين دومينو، واثناء كده بيقدر ديدبول انه يدخل القافله، وبنشوف راسل اللي بيقدر يخرج من الزنزانه وبيخرج العملاق معاه واللي بيقدر انه يقلب القافله. Something is so terribly, terribly wrong. وبعدين بنلاقي ان راسل بيبقى كاره ويد علشان مش عاوزه ينتهي من رئيس الدار اللي كان فيه، وبيخلي صاحبه جاجرنوت يتفاهم معاه. I'm gonna rip you in half now. وبنشوف دومينو اللي بتنقل ويد لبيت جارته لحد ما يتعافى، واثناء اجتماعهم بنلاقي كيبل وراهم وبيقول لهم ان هو عايز يقتل راسل لانه في المستقبل هيبقى قاتل بعد ما يقتل رئيس الدار اللي هو فيه، وبيقول لهم ان هو مش هيقدر يوقف جاجرنت لوحده وان هو لو ما وقفش راسل هيقتل مراته وبنته، ولكننا بنلاقي ويد بيقول له ان هو يديله فرصه واحده وان هو هيقدر يخليه ما يقتلش رئيس الدار، وبالشكل ده مش هتحتاج تقتله ومراتك وبنتك يبقوا عايشين لما ترجع للمستقبل، وفعلا بنلاقي كيبل بيوافق، وبنشوفهم في طريقهم لقصر اكس من علشان عايزين مساعدتهم، ولما بيوصلوا بنلاقي كولوسوس متضايق من ديدبول بسبب قتله لحراس الدار ومش بيرضى يجي معاه، فبيكمل ديدبول وجماعته في طريقهم، وبنروح للرئيس الدار اللي بيعرف ان راسل جاي، وبنلاقي ديدبول وجماعته وكيبل وصلوا للدار، وبنشوف ديدبول اللي بيسال كيبل على الدبدوب المحروق اللي شايله، وبنعرف من كيبل ان الدبدوب عليه دم بنته، وبيروح لراسل اللي بيلاقوه بيبدا يحرق الدار، وبيخش هو للدار وبيستناه جاجرنت بره، وبتبدا عركه ما بين جماعه ديدبول وجاجرنت ولكنه بيبقى قوي جدا، وبنلاقي كولوسوس اللي بيجي
بيقابل ديدبول وبيقول له ان هو هيديه فرصه ثانيه، وفعلا بيروح لجاجرنت وبيبدا يتعارك معاه، وبنلاقي كل من نيجاسونيك ويوكي وصلوا وبيقدروا ان هم يخلصوا على جاجرنت. وبنروح لديدبول وكيبل اللي بيروحوا لراسل وبيبقى مدمر الدار ولكنه بيبقى لسه ما قتلش رئيسها، وبيكون كيبل عايز يقتله ولكن ويد بيقول له يستنى، وبيروح لويد وبيحاول يهديه ولكنه مش بيعرف. وبنشوفه بيلبس الطول اللي بيضعف القوه الخارقه، وبنشوف كيبل اللي رايح للمسدس علشان يقتل بيه راسل، وبيبقى ويد رايح علشان ينقذه، وبنلاقي كيبل بيضرب نار على راسل ولكننا بنشوف ويد بياخد الطلقه مكانه، وده اللي بيخلي راسل يندم ويسامح رئيس الدار. وبنشوف الدب اللي شايله كيبل بيتشال دم بنته من عليه، وبيموت ويد لانه بيبقى لابس الطوق. وفي اخر لحظات ليه بيفتكر فانيسا وبيقدر انه يدخل لها العالم بتاعها، ولكنها بتقول له انك لازم ترجع. وبنلاقي كيبل اللي بيرجع بالزمن لاول ما نزلوا من السياره، وبيحط العمله اللي خدها من ويد في نفس مكان طلقه الرصاص، وده اللي بيخلي الرصاصه تيجي في العمله وبينجو ويد وبيفضل عايش. We need a code. Try 7. Settle down, Captain Lucky. It's not gonna be one number. Still got it. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم، وتعملوا فولو لصفحة فيلم على الطاير ولصفحة أحمد سيد الأهل لأن هو اللي كتب الملخص ومنتج الفيديو وسجله كمان. مفيش شابوه.